تعالوا نروح نشوف حوار خاص مع البلجيكي بول بوت مدرب منتخب أوغندا اللي قام بتصعيد ترافيس موتسيابا لاعب نادي الزمالك مع منتخب أوغندا الأول. بيتحدث في فيديو خاص لرقم 10 عن مميزات موتسيابا الفنية وتوقعاته لنجاحه مع نادي الزمالك. بعدها هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا الكابتن الكبير كابتن خالد جد الله نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق. خليكم معنا. بالنسبة لترافيس أنا كنت سعيدا ومتفاجئا من مستوى اللاعب حينما استدعيته للمرة الأولى للمنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام غينيا والصومال. كان جيدا جدا من الناحية الفنية، وقد فاجأني أيضا بإصراره وعزيمته. لقد أدى بشكل جيد، وإذا سألتني إذا كان مناسبا للزمالك فكما تعرفون هو لا يزال لاعبا صغيرا يبلغ من العمر 18 عاما فقط. أنا واجهت الزمالك في دوري أبطال إفريقيا مع اتحاد العاصمة الجزائري، وأعرف أن لدى الزمالك لاعبين جيدين جدا وذوي خبرات، لكن أعتقد أنه يجب إعطاء الفرصة لترافيس لينجح، ومع التمرين الجيد والترتيب لحياته فأنا متأكد أنه سينجح مع الزمالك في المستقبل. كنت سعيدا جدا بأدائه، فهو شخص مهذب ومنظم ومحترف للغاية، لذلك لديه كل المقومات بين يديه لينجح مع الزمالك. إنها هدية أن تكون لاعبا للزمالك، والذي يعد واحدا من أفضل الفرق في مصر.